مساء الفل عليكم ومساء الطاقة الإيجابية على جمهور شاشة الصحة والجمال وجمهور برنامج فكرة. عشان فكرتنا النهاردة مستقبل بكرة، فاحنا زي ما قلنا بندعم كل المواهب الجديدة وبندعم كل الأفكار المختلفة. ومعانا النهاردة أول فقرة هي موهبة الشعر طبعا، وهي موهبة الشعر العامية. معانا ضيف هيقدم لنا نفسه وهنسمع منه النهاردة حاجات كتير. اتفضل يا أحمد. السلام عليكم، أنا أحمد الشاعر من أحلى حتة في مصر اسكندرية. بكتب شعر من وأنا في 6 ابتدائي، بس كانت بدايات، قعدت أحسن نفسي لحد ما الحمد لله عملت قصايد كويسة، يعني الحمد لله. طيب يلا عايزين بقى نبتدي كده قبل ما نتكلم في أي حاجة، تسمعنا كده قصيدة. تمام، أوكي ماشي. هنقوله أول هتسمعنا إيه أول حاجة؟ حتة مني. طيب اتفضل. تمام، أيوة اتفضل. انت واخد حتة مني وانا حتة منها، خد بالك منها وحافظ عليها وصونها، دي بتحبك وانت حبيبها، ما تستغربش ازاي عرفت، بص لنفسك في المراية وانت تعرف ازاي عرفت، اذا كان عليك باين عليك والفرحة مالية عينيك، اما هي فانا اللي مربيها على ايدي ومخويها، كنت اجيب لها اللي تعوزه من غير ما تتكلم، كفايه نظره عينيها، واما بعد الشر تتعب ولا تتالم، كنت بتعب قبليها، كنت دايما حاسس بيها، كانت ورده صغيره كل يوم والتاني يكبر عمرها، وانا اسقيها واحميها واجيب من عمري واديها، والورده تكبر وتكبر عن اليوم التاني، وكل ما تكبر قدامي الفرحة تدخل قلبي وعقلي وبداني، وما كانش حد يقدر يقرب منها أو حتى يبص لها، والله كنت أكله بسناني، كنت عايش عشانها مش عشاني، كانت هي الوردة وأنا الفلاح، كنت بتعب واشقى عشان ترتاح، وما انكرش إن كنت بأسى عليها، بس والله ده من خوفي عليه، ده انا من غيرك مش عارف اعيش، والدنيا دي من بعدك ما تسويش، فما تزعليش اذا كنت قسيت عليكي، بس والله ده من خوفي عليكي، وادي النتيجه اهي، الكل بقى يتمناكي وبيحلف بيكي، فما تزعليش، ولو لفيت الدنيا دي كلها والله والله ما هتلاقي حد يحب زي أنا، كنت أنا هي وهي أنا، كنت أنا أبوها وأمها وأخوها وأختها وحبيب قلبها، كنت أنا هي وهي أنا، وما كانتش تنام ولا تحس بالأمان إلا وأنا جنبها وكفي على خدها، كانت تنام وتسرح في الأحلام، وجيت أنت خدتها مني يا فلان وقعدتها جنبك بالفستان، على العموم خلاص ملوش داعي الكلام، لايقه عليك الفرحه يا عروس ولايق عليك الفستان، اسمع كلام جوزك وتعيه، واللي يقولك عليه اسمعيه، ده جوزك حلالك وهيبقى ابو عيالك، ده ابن حلال صنيه، اما انت فانت واخد نور عيني وقلبي، دي سكر نبات وست البنات، دي ما تتعوضش ومش هتلاقي زي هاتي تبر البنات، اسألني أنا مبروك عليك الوردة من النهاردة ليك، خد بالك منها وحطها في عينيك، لكن أرجوك ما تبعدها عني ولا تحرمها مني، علشان أنا حتة منها وهي حتة منها. برافو يا احمد، والله الله ما يخليك. شاء الله حلو. الله يخليك. قول لي يا احمد، انت مين اكتر حد بيدعمك؟ طبعا والدتي ربنا يخليها، واصدقائي واصحابي والناس كتير الحمد لله بيدعموني، وعلى طول بيقفوا في صفي الصراحه، الحمد لله ربنا يخليهم لك الحمد يا رب. لله. طورت نفسك ازاي في موضوع الشعر ده؟
من الكتابة والقراية. عندي كتب لنجيب محفوظ والشعر ياما، الحمد لله بقرأ لهم وبستفيد منهم وكل مدى الحمد لله ما بعلى. طيب ومين مثلك الأعلى أو بتحب أصلاً تسمع مين قوي؟ الشاعر الله يرحمه عبد الرحمن الأبنودي، والشاعر صلاح جاهين، ونجيب محفوظ طبعا، والشاعر الكبير هشام الجخ، دول مثل أعلى وبقرأ لهم وعندي كتب ليهم وبذاكر لهم. وعامل القصيدة للشاعر الله يرحمه عبد الرحمن الأبنودي، قصيدة رسائل ليه، بس طبعا هحضرها وقت يوم الذكرى السنوية بتاعته إن شاء الله. إن شاء دي الله مفاجأة إن شاء الله، دي مفاجأة البرنامج وهقدمها يوم الذكرى السنوية بتاعته. طيب يلا بقى سمعنا حاجة تانية. هنقوله أطفال الشوارع، أطفال عشان الشوارع مهدور حقهم، والناس بيعاملوهم معاملة وحشة، هم ملهمش أي ذنب. أكيد أكيد تفضل. أطفال الشوارع. إحنا مش أطفال شوارع، إحنا بقى الجيل اللي ضايع، مش كلاب ومش بهايم، إحنا زيكوا بني آدمين. يلا قوموا كده بقى يا عيال، يلا قولوا كده بقى أساميكوا، يمكن تلاقوا ابن حلال يسمعكم ويحس بيكم. أنا بقى اسمي أحمد كريم، طفل معدي تشيل 20، كان نفسي أكبر وأبقى وزير، مش هخلي قطة في الشارع. وأنا بقى اسمي أمنية، أم العيون العسلية، إيوة أسكندرانية، وأمي نزلت وسابتني وجوز أمي اتحرش بيا، ونزلت أجري أنا في الشارع. وإحنا كنا 10 إخوات، ملناش في الدنيا دي غير أم، وعشان يرضوا بنت زوات شهدوا على أمي يا ناس ظلم. راحت السجن وفرقتنا، دي هي كانت فرحتنا. وإخواتي راحوا فين؟ كل واحد مشى في سكة، واحد حرامي والتاني شحات، واللي وقع من القطر ومات، واللي سرح بورد وفل، والبنات ما بقوش بنات، والباقي مرمي في الشارع. وأبويا طردني من بيته عشان يرضي الست مراته، قالت له ده شافني عريانة، نسي إن ابنه عينيه مليانة. حاولت أشتغل كتير وفشلت، حاولت والله وبعافر، وآخر ما جلب حمار سرقت. بس صحيح الجوع كافر، وأنا نفسي أشوف أمي وأبويا، ونفسي ألاقي أختي وأخويا، نفسي أشوفهم، نفسي أعرفهم. طب لو أشوفهم مش هعرفهم. فتحت عيني لقيت نفسي مرمي يا ناس على باب جامع، وده مش ذنبي، وده مش ذنبي والله يا ناس، اني بقيت طفل شوارع. برافو يا احمد. قول لي، هو لو حد يعني قرر ان هو يتبنيك او كده زي وثائقة الصوي؟ تمام، يا ريت طبعا. ليا الشرف طبعا ان انا حد طبعا ادخل في ساقيه الصاوي وكده، ليا الشرف الكبير كمان. ده حلم من احلامك اكيد. اكيد اكيد طبعا. طب انت ايه نفسك تعمل ايه قدام؟ نفسي ابقى شاعر كبير. انا معايا حلم ورساله لازم احققها. انا مش شاغلني ان مثلا ابقى مثلا مشهور او كده، لا، انا معايا رساله ومعايا حلم. الرساله لازم توصل للناس كلها، والحلم لازم يتحقق، لان دي حياتنا. احنا مش عايزين نعيش ونموت كده، انا مش عايز اعيش واموت كده. وحلم من احلامي ان انا اقعد مع استاذه منى الشاذلي، واطلع في ساقيه الصاوي، ابقى حاجه، اهلي يفتخروا بيا، امي تحس ان انا ما عشتش ومت كده. نفسي افرح الناس كلها، نفسي الرساله توصل للناس كلها طبعا، وده شرف كبير ليا ان ابقى في ساقيه الصاوي طبعا. يا ريت ان شاء الله يا احمد دي بدايتك من هنا، وبرنامج فكرة اكيد بيدعمك طبعا وجنبك. واحلى حاجه في الشعر بتاعك ان انت كل قصيده ليها هدف، وبتتكلم فعلا عن حاجه في واقع الحياه. انا مبسوط جدا والله ان انا مع حضرتك. ربنا يخليك يا رب والله. انا اسعد. طيب يلا بقى هتسمعنا ايه تاني؟ هنتكلم عن البلد، في قصيده عاملها للبلد ان شاء الله كويسه.
طيب يلا بينا. طيب تمام يلا مفيش موسيقى اتفضل. تمام. ربنا يحميكي، ربنا يحميكي يا بلدي ويحمي رجالك، دول ياما تعبوا وسهروا عشانك وياما ضحوا بروحهم لاجل تعيش ولادك في امان. ربنا يحميكي ويعليكي يا بلدي كمان وكمان، وتعيشي دايما في سلام، ويحميكي من كل خاين جبان. اصل العين عليكي وربك دايما حفظك وحميكي من كل اعدائك. وما تقلقيش يا بلدي، وما تقلقيش يا بلدي على اولادك، فمعاك رجالك خير أجناد الأرض، ومعاكي شرطة وشعب قلبهم على قلب بعض، بيخافوا على بعض، بيحبوا بعض، وعندهم استعداد يضحوا بروحهم ويفدوها بدمهم، ولا في ثانية تروح منهم شبر أرض. وكلمة قالها كل مصري ابن مصري، اللي هيقرب من البلد دي هنشيله من على وش الأرض. هو ده الجيش المصري والشرطة يا جاهل، وهو ده الشعب. اسمع يا جاهل وافهم كل كلمة بقولها لك، اوعى تجيب سيرة الجيش والشرطة على لسانك، دول بيموتوا علشان البلد دي تبقى أحسن بلد في العالم، دول أمجادك. اسمع يا جاهل وافهم كل كلمة بقولها لك، البلد دي صعب إنك تعديها وصعب عليكوا قوي، أصل ربك حميها ومعاها جيش قوي، جيش من حديد، جيش من نار، جيش ما يعرفش يعني ايه كلمة هزار، جيش ما يعرفش غير كلمة انتصار، جيش بيبني وكمان بيحارب لأجل ولادنا تعيش في نهار. هو ده جيش مصر يا جاهل، وبقولها لك وأنا كل افتخار، وإحنا معاك يا زعيم الأمة، وهنكمل المشوار، وهنكمل المشوار. برافو. تحية والله لشعبنا العظيم ولبلدنا بقى من خلال البرنامج، بما انك قلت القصيدة دي. عايزة اقول لك يا احمد انا مبسوطة جدا جدا ان انت كنت معايا والله النهاردة، وانا اصلا بحب الشعر العامي جدا عشان بيوصل للناس اقرب طبعا، وبيبقى الكلام مش صعب على اي حد. شرفتني والله. والله وانا سعيد جدا والله ان انا مع حضرتك. طيب حابب توجه لاي حد شكر على الشاشة دي؟ احب اشكر الدنيا كلها، والله الدنيا كلها الحمد لله اللي واقفه في صفي، وبحب اشكر والدتي ووالدي والناس كلها الصراحه. ربنا يخليهم لك يا رب، ربنا يخليهم لك يا رب. اعزائي المشاهدين فاصل واستنونا.